مساء الخير عليكم ومساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. مساء الخير على بنات حواء. بنات حواء يعني ماما، حماتي، بنتي، زوجتي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم بنات حواء. النهاردة طبعا في عندنا أسئلة كتير بتدور في بال كل ست، وهي من أهمها الشعر. الشعر تاج المرأة، كلنا بنحتاج ان احنا نسأل شعرنا، هل هو بيقع ليه؟ هل هو مقصف ليه؟ هل هو هايش ليه؟ طبعا كلنا عايزين نحافظ على شعرنا وجمال شعرنا، وخصوصا في ايام الدراسة. عشان كده النهاردة جبت لكم خبيرة عناية بالشعر والبروتين عشان نسألها كل الأسئلة اللي بتدور في بالنا ونعرف منها كل المعلومات. نطلع فيديو ونرجع تاني. رجعنا لكم بعد ما شفنا الفيديو. معانا النهارده رحبوا بضيفتي الجميله خبيره العنايه بالشعر والعلاج بالبروتين، مدام ابتسام سامي، صاحبه مجموعه سولينا بيوتي سنتر، وكمان عضو الرابطه العامه لمصففي الشعر. اهلا بحضرتك، اهلا بيكي حبيبتي، نورونا النهارده. حضرتك كل بنات حواء بيسالوا اسئله كتير قوي عايزين يعرفوا منك النهارده، بالذات الشعر. كل ما عايزينه تحت ابرهم هو ده مشكله كل بنات حواء. ده طبيعي. وبعديها بقى طبعا الحلقات التانيه ان شاء الله هنتكلم عن البشره وكل حاجه. المهم ان احنا هنوصل الساده المشاهدين كل اسئلتهم وهنجاوب عليها. طيب الاول في البدايه عرفينا بنفسك وبدايتك، وشوفنا في الفيديو السنتر فرع واحد. احنا عارفين ان في كذا فرع. طيب اشمعنى كمان السنتر ده؟ بصي حضرتك، السنتر ده انا فاتحاه بقالي بالظبط كده سنتين. عندي فرع في عباس العقاد شارع جمال الدين واصل، بقاله 21 سنه ما شاء الله. وفتحت فرع في مصر والسودان برضه كذا سنه، كتار قوي ما شاء الله. مش الحسد بس. وفتحت في اول ما فتحت خالص كان في جسر السويس قدام فندق السلام. المكان ده ماما متوفيه بقالها سنتين بالظبط، كانت نفسها انا افتح في منطقتي دي، ده مولدي ومكاني، منبعي، نشأتي، مسقط راسي، حياتي كلها، تراثي هو المكان ده. فانا فتحت فيه، انا بحس بحياتي في المكان ده، حسي بالراحه فيه. لكن حضرتك بقالك كام سنه في المهنه؟ بقالي 32 سنه. 32 سنه. عرفنا كمان ان حضرتك عضو في الرابطه. بقالي 7 الشعر. بقالي 31 سنه. بتدرسي بقى كمان هناك؟ بدي محاضرات. برضو دي معلومه انا عرفتها. محاضرات عنايه بالشعر والبشره. بروتين وكرياتين وكله. تمام. يعني في اجيال بقى حضرتك. طبعا طلعتي اجيال واجيال من مصفف الشعر. بناتي كلهم بناتي. ما شاء الله. طيب احنا عايزين في البدايه بس نعرف او نعرف المشاهدين، هل انواع الشعر بتختلف؟ طبعا تختلف عن بعض. طبعا. في شعر بيبقى شديد التجعيد قوي، وفي شعر بيبقى تالف قوي، شعر بيبقى ناعم بس ما فيهوش تجعيده وبس مرهق. يعني هي العميله
ضغط عليه قوي. زيان بقى ان هي بتحط كل يوم مجفف، بتشغل استشوار على طول على شعرها، بظروف شغلها مثلا بتسيبه على طول مبلول وتسيبه وتلمه من غير حتى ما تنشفه، وتحط له سيرومات كويسه منتج كويس. ده كده يعني الانواع بيختلف. الانواع اللي هو الدهني والجاف. دهني وجاف وعادي، وفي مختلط وفي شعريه مختلطه. طب سؤال مهم جدا عشان كل البنات حواء ما بتعرفوش، ايه سبب ان انا شعري بيبوظ او بيتلف؟ لسه كنت بقول اهو دلوقتي. عايزين نوصل لهم ازاي بيتلف عدم عشان يتخدوا. بصي حضرتك، الشعريه بتاعت حضرتك دي بتتنفس، زهره بتتنفسي وبتتغذى. تمام. شعرنا فيه كل المواد الغذائيه، لو احنا اتغذينا كويس الشعريه بتبقى كويسه. لو اهتميت بيها بمنتجات كويسه او بشركات كويسه، منتج شركه كويسه، يبقى الشعريه كويسه. لكن اجي انا اغسل شعري والمه، اربطه طول النهار، اجي احط له شويه زيوت، طبعا دي مشكله كبيره. بتبوظ الشعرها طبعا. تمام. هما بتكتم شعرها طبعا مده طويله. تمام. واخطر حاجه ان الشعر يبقى مبلول وتلميه، ده لازم الشعر حتى لو اتبل وحضرتك مستعجله عندك مشوار، لازم تنشف، لازم تنشف شعر، لازم تنشف شعر. لازم. طب انا لو عايزه مثلا، انا غسلت شعري، المفروض ان انا مده قد ايه ان انا اجفف شعري او اعمله بيبليس او سيشوار؟ هو اول ما الشعر يندي شويه، الميه تنزل منه شويه او تجفف شويه بالفوطه، نشفيه. هو 10 دقايق ان شاء الله تنشفيه هواء بالمجفف. مش لازم تسلطي عليه سخونيه استشوار. يعني هواء بس، يعني لازم اجففه علشان بصي حضرتك الميه بتبوظ الحديد، ما بال حضرتك الشعر يعني. فالميه كتير على الشعر بتبوظ الشعر. عشان كده كتير بقول كتير من العملاء بتوعي ما حدش يغسل شعره كتير. يعني في الصيف هي مره واحده في الاسبوع. طب بتختلف بقى الغسيل من الجاف للدهني؟ الشعر الدهني لازم يتغسل مرتين في الاسبوع. الشعر الجاف بيتغسل مره واحده بس في الاسبوع. تمام. طيب في دلوقتي حاجات شائعه كتير قوي، منها البروتين. يعني كل البنات مهووسه بالبروتين. طيب هل البروتين ده معالج للشعر؟ بصي حضرتك، البروتين ده اصلا موجود في جسمنا، الشعريه فيها بروتين. اللي بيفقد البروتين من الشعريه ايه؟ عدم الاهتمام بالشعريه. او عدم الغذاء والعوامل الطبيعيه. الشمس، دايما فتره الشمس عاليه. المجفف زي ما انا بقول. بتستعمل شامبوهات، الشامبوهات كلها مش امنه للشعر، كل ده بيبوظ الشعريه ويخلي نسبه البروتين اللي في الشعريه اصلا اللي ربنا خلقنا بيها اصلا مش موجود. لكن البروتين ده بيظهر البروتين الطبيعي. عارفه حضرتك ان البروتين اصلا هو يعني من فتره طويله كان اصلا بيستخرجوه من جلد وضوافر الحيوانات. بعد كده لما حصل التحديث تدخل شركات بقى تضيف اضافات للنباتات، الاعشاب الطبيعيه. بس شركات معروفه. احنا بنستورد البروتين، بنستورده من بره، انه عارفين كويس قوي ان الكواليتي بتاعه عالي. وده لحضرتك غير ما في حاجات تبقى سوقي كده، احنا ما دي بتبوظ الشعر تماما. كل واحنا بنعرفها. بيقعدوا كده مع بعض ويقول لك انا جبت من مكان كذا، جبت من مكان كذا، في عميل ويعملوا هم مع نفسهم. بيجي لي كتير عملاء تجي تقول لي يا طنط بصي انا شايفه شعري عامل ازاي، انا بايظ، ولا شعرها فعلا بينزل بطريقه صعبه، تصعب عليا والله. دي استحاله لي يعملوا لي بروتين باي طريقه، انا فرح الاسبوع الجاي مثلا، استحاله العب لها في شعرها خالص ولا احط لها بروتين خالص، حتى لو هيعالج. لازم تعمل ترميم الاول للشعرية. لكن هي طبعا تسببت في مشكله لشعرها هي. لا، ما راحتش لخبير مختص. احنا بنوجه يا جماعه ان احنا لازم نختص المختص باي حاجه، يعني اذا كان بروتين او كرياتين او اي مشكله عندك لازم تروحي للمختص. طيب بالنسبه للبروتين، في ناس مثلا تعمل بروتين، هو احنا طبعا مش هنتكلم النهارده عن البروتين، هنخصصه في حلقات تانية حضرتك هتكوني معانا وهنقول لهم كل حاجه عن البروتين. بس معلومه صغيره جدا، احنا دلوقتي مثلا انا عملت بروتين عند مختص، فممكن هو يكون ينسى يقول لي استخدمي ايه، او انا ممكن انسى ان هو يقول لي استخدم ايه او امشي ازاي، وارجع بعد فتره اقول له لا البروتين بتاعك كان وحش ومش وبوظ لي شعري، وقع شعري. بصي يا مدام، المشكله بقى هنا. اتفضلي. احنا المفروض بنستخدم ايه بعد ما بعمل البروتين؟ لو هو مختص استحاله هينسى ان ده 1 2 3، دي مبادئ يعني.
تمام. هو لما بي المختص بيعمل لك بيحرك البروتين لازم الشعر لازم بعد كده بيتغسل بشامبو خالي من الصوديوم، ما فيهوش كلوريد صوديوم، ما فيهوش سلفات يعني صوديوم. البروتين ليه حاجات خاصه. اي شامبو فيه كلوريد صوديوم او سلفات صوديوم استحاله نقدر نستعمله بعد البروتين. تمام. خلاص تمام. قبل ما بيعمل لك بيعمل للعامله البروتين لازم بيغسل الشعر كويس قوي قوي قوي، بينزل اي زيوت او دهون على الشعرين علشان يجيب نتيجه كويسه. يعني انت بتنصحي ان انت اي عامله تجيلك لاول مره انا هعمل لها بروتين طبعا لازم اديها مثلا كورس قبل البروتين؟ لو شعرايه تلفه ما بشتغلش البروتين على طول. لازم لو محتاج الترميم برممه الاول. بعد كده ببتدي اقول لها مثلا اسبوع او شهر او حسب ما اشوف الشعريه عندها تلفه قد ايه درجه التلفان بتاعها، ابتدي اقول لها تعالي كذا الوقت الفلاني اشتغل في شعرك. تمام. بعد البروتين بقى في بتستعمل بقى سيرم معين للبروتين، حمام كريم معين للبروتين، شامبو للبروتين او اي شامبو بس ما يكونش فيه سلفات صوديوم او كلوريد صوديوم. يعني حاجات خاصة يعني الشامبو عشان السيرم معاها. بعد ما تغسلوش كتير، يعني اللي تعمل بروتين ما تغسلش شعرها كتير، يكون مخصوص للبروتين. لان احنا بنشوف دلوقتي مثلا شامبو بالكرياتين بالبروتين ده طبعا لا مش هو ده اهم حاجه، ما يكونش بعد ما البروتين. يكونش التكوينات المكون بيها فيها تكون خالي من الكلوريد الصوديوم او سلفات الصوديوم، هو ده اللي بيبوظ الشعر. طيب برضو في مشكله من المشاكل ان انا اروح اعمل مشاكل كتير قوي يا استاذه، مشاكل كتير قوي بالنسبه للشعر بس احنا النهارده هنحاول ان احنا نجمع شويه معلومات حتى لو صغيره، ولكن حضرتك طبعا بخبرتك الكبيره دي لازم نستفاد من كل سؤال لازم نعرفه البنات حول. طبعا اتفضلي. بالنسبه للبنات حول مشكلتها ان هي عايزه تصبغ شعرها، العروس عايزه تصبغ، عايزه تعمل بروتين، عايزه تعمل كل حاجه، من اقل حقوقها على فكره. فالمفروض ان انا اعمل ايه؟ يعني ايه قبل ايه، البروتين ولا الصبغه؟ تمام. لا الصبغه الاول طبعا. الصبغه الاول طبعا. الصبغه الاول لان انا لما باجي اعمل صبغه بتغلغل جوه الشعرايه تمام، بفك الترابط بتاعها، الروابط بتاعتها كلها بفكها. بعد حوالي اسبوع بس لو شعرها كويس. تمام. مش محتاج ترميم قبل الصبغه كمان، شعرها كويس مش ضعيف بالظبط كده. تمام. بعد حوالي 15 يوم بخليها تيجي تعمل البروتين. لو انا عملت الصبغه بعد البروتين يبقى انا كده الروابط اللي انا بعملها مع حوالي الحركة الشعريه بتبقى عباره عن حلزونيه ملتويه متشابكه في بعضها، الروابط دي معقده بتخلي الشعريه قصيره. لما نيجي احنا بقى نعمل البروتين نفك الروابط دي ونخلي الشعريه تبدا مسترسله ليست يعني، وعالجناها اتعالجت. لما اجي انا بقى اخش ادخل عليها صبغه تاني يبقى انا عملت ايه؟ انا بوظت العلاج، بوظنا البروتين. يبقى انا بوظت الصبغه، واولا هيديني لون وحش جدا حتى لو اخترت لون معين هيبقى وحش جدا، ان طبيعي البروتين بيفتح درجه الشعر مرتين. فاستحاله ينفع طبعا صبغه بعد البروتين، دايما تبقى قبلها. في عندي عملاء بيصبغوا بعد البروتين بشهر اللي هم عندهم بقى بيطلع شويه شعر ابيض، الشعر الابيض اللي بيطلع ده بيبقى اصلا معلوش الماده، خلاص الماده راحت منه اللي هو الجذور. تمام. ده اللي ممكن اتعمل. بعد اذن حضرتك نطلع فاصل صغير ونرجع تاني. اتفضل. Thank you.
رجعنا لكم بعد ما شفنا الفيديو مجموعة سولينا بيوتي سنتر. نرجع بقى ونكمل حوارنا وأسئلتنا اللي ما بتخلصش. اتفضلي. أول حاجة أنا عايزة أعرف إزاي أنا كعميلة أعرف إزاي المنتجات دي سليمة أو مش سليمة، أو اللي هي مثلا هتضرني أو ما هتضرنيش، لأن دلوقتي إحنا بنشوف كتير أوي منتجات ضارة، فإزاي أعرف المنتج ده كويس؟ تمام، ده ترجع بقى لضمير، اذا كان كريم لضمير او شامبو الخبير. طبعا او اي مستحضرات. انا هتكلم عن حالي انا لما باجي اشتغل قدام العميله ابدا استحاله بداري الحاجه وانا بشتغل، تبقى الحاجه كلها قدام العميله زي ما حضرتك شفتي كده في الفيديو. كل حاجتي محطوطه، كلها شركات معروفه وكلها شركات كواليتي بتاعها عالي جدا. ما شاء الله انا شفت نفسي. فانا ما بعرفش اداري الحاجه، حتى البروتين اللي انا بجيبه بحط الزيته قدام العميله. تمام. حتى لو عايز تصورها بخليها تصورها، لو عايزه حابه ان هي تجيبها من بره او حاجه، لان انا بستورد كله من بره. بخليها تصورها، لان ده بترجع لضمير صاحب المهنه يعني. مش طيب استاذه ابتسام، احنا دلوقتي يعني كنا الاول نسمع عن الفرد اللي هو العادي، وبعدين دخلنا في الكرياتين، وبعدين بروتين، وبعدين لقينا في بوتكس، وبعدين لقينا كولاجين، ولقينا حاجات غريبه قوي. هل في فرق بينهم؟ احنا بس هنتكلم الفرق بينهم ونكمل كل حاجه في كل حلقه حاجه، بس عايزين نعرف الفرق. اتفضلي. الكرياتين اصلا هو بيبقى عليه فورمالين عشان بيفرد الشعر. تمام. الفورمالين ده اصلا هو حاجه تتعب الشعريه جدا، هي بتفرد 100%. احنا طبيعتنا ان عندنا كرياتين في شعرنا للشعر الطبيعي الناعم 88% كرياتين، نسبه ربانية طبيعيه. الشعر المجهد بيبقى من 67 ل 80. تمام. احنا العوامل الطبيعيه زي ما قلت حاجه زي الشمس والسشوارات وعدم التغذيه بتاعه الشعريه والمنتجات اللي تتحط على الشعر مش كويسه بتتلف الشعريه. فبنضطر لو شعر مجعد قوي بندخل كرياتين. انا عن نفسي برضه ما بشتغلش كرياتين غير قليل قوي، لان ريحه الفورمالين متعبه مش للعميل، هي مضره على الشعريه ومضره على صدري انا لما اجي اشتغل. البروتين احسنه طبعا، لان في تحديث في الشركات بتدخلوا فيها نباتات طبيعيه واعشاب طبيعيه. ومش كل برضه عميله ليها نفس البروتين، كل عميله لها نوع بروتين على حسب نوع الشعر. طبعا يعني في بروتين بالكشمير مثلا، في بروتين بجنين القمح، في كل حاجات معالجه، فكل عميله يعني على حسب نوع الشعر. ولا على حسب ان هي شعرها لا على نوع شعرها هي متقصف ولا لا. انا بعالج، انا بعالج مش بفرد. انا بعالج الشعرايه، فما دام بعالجها يبقى بجيب البروتين اللي بيعالج ويفرد. بيفرد معنا 80% ويعالج 100%. مفيش بروتين بيعالج بيفرد 100% على فكره. تمام. الا لو اتحط له نسبه فورمالين. تمام. لكن انا البروتين بيبقى مثلا في للدهني وفي للجاف ولا ايه؟ لا. هو البروتين لكل بس. لكن هي بتختلف في نسبه الفورمالين، نسبه الشعر نفسها اللي هي مثلا خفيفه او في كرياتين او مجعد، او هو دي الفكره. تمام. في كرياتين اصلا في نسبه فورمالين، هي اصلا وزاره الصحه العالميه كانت قالت لما عملوا شويه بحوث على ودراسات على نسبه الكرياتين، قالوا ممكن نحط نسبه 2 من 10% فورمالين. ففي شركات بتحط النسبه دي وبيفرد برضه 80% وبيضرش قوي ولا ريحته حتى بتبقى نفاذه قوي. وفي شركات بتحط النسبه دي، لان انا مش خاضعه لوزاره الصحه العالميه او لوزاره الصحه اصلا. لكن انت ممكن تنصحي مثلا للحامل ان هي ممكن تعمل بروتين عادي؟ بصي حضرتك، انا ما بعملش للحامل بروتين خالص. الحاجه اللي فيها شك انا ما بعملهاش خالص. هو مش هيضرها، لان الحامل تقول لك انا في الشهر الثامن او داخله على التاسع، لكن انا ما دام انا عندي جوايا شك. كلهم بيبقوا عايزين يبقوا امامير بعد ما انا اقول لها اعمل لك البروتين اللي اكيد في صفك الموضوع ده كتير كتير كتير. لكن انا بدل الحاجه فيها شك ان شاء الله حتى 2% انا ما اشتغلهاش. طيب عايزين معلومه بسيطه كده، ازاي بقى احافظ انا على شعري اذا كنت محجبه او مش محجبه؟ تمام. احافظ على شعري تمام ويبقى لامع كده وجميل وحلو. تمام. لو انا محجبه انا بغسل شعري في الاسبوع مره واحده بس. تمام. بشامبو معروف طبعا او اي شركه تكون محترمه جدا. تمام. وساعتها بقى بعمل حمام كريم برضو محترم جدا، وما بعرضش شعري للميه كتير.
لو انا بشتغل سيده عامله بحاول بقدر الامكان لما اخلص شغلي اجي افك شعري من الطرحه اللي على طول حطها على راسي. الشعر لازم يتنفس. عندنا في مصر في شركات كتير محترمه و و و وجيده جدا. انا بقول حاجه بس في شركات تانية بتاخد حوالي سيادتك على حاجه، لا في عبوات احنا بنستعملها مستورده او شركات كويسه جدا، بنعمل ايه؟ بنرميها في النفايات. تيجي اماكن تانية بتاخدها بتعيد تعبئتها بطريقه تانية خالص. دي احنا مالناش دعوه بيها. وانا بقول لحضرتك المفروض ان احنا فانا بقول للعامله دايما اقول لها دايما تتاكدي كويس قوي وتشتري من مكان موثوق بيه. تمام، دي اهم حاجه جدا. تمام، اذا كان شامبو اذا كان او اذا كان سيرم شامبو. تمام بالظبط كده. وبعدين اعمل ايه تاني؟ تمام، ده بالنسبه للمحجبه. اللي مش محجبه بقى بتتعرض للشمس كتير، السيرم احسن حاجه بتحمي الشعريه. السيرم تحمي من الشمس، تحمي الشمس من الميه من التراب. لكن الزيت لا. الزيت بيعمل طبقه على الشعر، بيطري الشعريه لكن بيعمل طبقه على الشعريه تمتص كل التراب بقى وكل الأتربة والغبار وأشعة الشمس بتثبت في الشعرايه، تخلي حتى الشعر زي ما يكون محروقه. لما تيجي تسرحي تلاقي الشعرايه بتنزل بطولها تلفه. يعني احنا بننصح الامهات ان هم ما يحطوش زيوت خالص لشعر بناتهم ده وهم رايحين المدرسه، ويربطوا كده الاستفوق. والله بصي حضرتك بيجي لي عملاء والله العظيم يا مدام هبه، بيجي لي بصي هي غسلها شعرها بنص زيت زيت بس يعني شعرها بالزيت. لكن المفروض ان الزيت ده اعمله ايه؟ حمام زيت؟ حمام زيت ده بس ازاي؟ هقول لحضرتك عشان الناس كتير ما تعرفش. بنعمل حمام زيت كل شهر كل شهر وزيوت معينه. انا كده بغذي بنسب معينه. تمام. ده انا باخد النسب السرنجه وبعد كده بقعدها تحت الاستيمر. تمام. بجهز لفتره معينه، ربع ساعه تلت ساعه، هي دي مره كل شهر او شهرين بس. كإعادة لبنية الشعرية، لكن مش دائما، مش دائما ابدا. السيرم هو ده هي جات لك السنتر وعملت تحت الجهاز. انا في البيت اعمل ايه؟ هجيب لك الاستيم. لا يعني احنا مثلا زمان نشوف ايه، ان انا مثلا خارجه من الحمام وحاطه الفوطه على راسي وعامله حمام زيت. بتفكي حضرتك بقى الفوطه دي، شعرك ينادي خالص يعني تقرب ينشف. حضرتك تروحي مجففاه برضه هواء، مش لازم تسلطي استشوار على شعرك، ونقطه سيرم صغيره بتبتدي من الاطراف لغايه بقيه الشعر من فوق. تمام. طيب برضه انا رايحه الجامعه، انا رايحه المدرسه، المفروض ان انا احط لبنتي كريم ولا اعمل ايه؟ سيرم برضه. السيرم انا عندي، هو السيرم ده كل العمل عندي بياخد منه السيرم. طيب في حاجه مهمه جدا يعني سمعت عنها، معرفش هي دي صح ولا لا، هل نقص الحديد في جسمنا بيسقط الشعر؟ طبعا. عشان بس ما نعرفوش المعلومه دي. نزلت الهيموجلوبين لما بتنزل، اذا هي الانيميا فقر الدم. طبعا. طبعا دي من العوامل اللي بتعمل في صوت للشعر. فدايما لما بتيجي عامله تقولي انا رحت للدكتور جلديه وشعر لسه بينزل، اقول لها عملت تحليل الهيموجلوبين، شفتي عندك انيميا وفيتامين د. فيتامين د برضه زي فقر الدم، زي بالظبط الهيموجلوبين، زي الانيميا بالظبط. طيب تحبي توجهي كلمه لحد؟ احنا في حلقتنا النهارده دي اول حلقه. بص حضرتك، اولا انا بشكركم جدا حضرتك، قصد وحياه ربنا يخليك. اقول لكم يعني احنا بنشكر جمال جمال جمال، وحضرتك يا استاذه هبه حسن ضيافتك وحضرتك. لا انا مش عايزه على قلبي جدا. حسن الضيافه، حسن الضيافه ليكي انت. ما بقول لك احنا شفناكم جميل جدا ما شاء الله عليكم. ربنا يحفظك. القناه جميله جدا جدا جدا. ميرسي لكم. وباجي طبعا لكل العملاء، بس كل عملائي انا بحبهم جدا 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 جدا، وهم كمان بيحبوك. وعلى شفنا ده بعينينا. عايزه اقول لحضرتك هم مش 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 شغل، مش بين صاحبه مكان لا، هم اخواتي واصحابي واصدقائي. وحضرتك شفت بعيني كده؟ انا شفت فعلا، شفت بعيني وشفت كميه الحب اللي بينكم، يعني لبعيد مش صاحبه سنتر وانا كعميله جاي اقعد معاكي. بص حضرتك مدام هبه، انا ليا عميلات انا بقالي معاهم اكتر 30 و40 سنه، 46 سنه يعني ما شاء الله، دي عشره عمر، سنين طويله. طيب احنا برضو عشان بنات حواء، حضرتك برضو نكون مع بعض فترة طويلة إن شاء الله، ونقول معلومات كتير قوي لكل بنات حواء بإذن الله. وكل أسئلتكم ابعتوها لنا على صفحة البرنامج أو على صفحة مدام ابتسام. أي أسئلة تخص الشعر، العلاج، البروتين، أي حاجة
ابعتوا لنا على صفحه برنامج بنات حواء وعلى كمان صفحه سولينا او على صفحه مدام ابتسام، هتجاوبكم بنفسها، واحنا لو في اي اسئله جات لنا احنا برضو هنبعتها لها ونجاوب عليها. وبرضو انتظرونا في حلقه تاني مع مدام ابتسام ان شاء الله، اي اسئله هنقولها ان شاء الله على الهواء. انا بشكر جدا حضرتك، كان معانا مدام ابتسام سامي خبيره بروتين وشعر وخبيره تجميل وصبغه. شكرا جدا لحضرتك، شرفتينا النهارده ونورتينا. بشكركم كلكم، شكرا جزيلا. استنونا ما تروحوش في بعيد عشان نطلع فاصل ونرجع تاني ونروح لمطبخ بنات حواء.